السلام عليكم. هاي الفيديو راح أو بهذا التسجيل يعني راح نبلش نحكي شوية عن موضوع اللي هو الميتيجيشن تكنيكس أو exploit mitigation techniques. فكرة الexploit mitigation techniques هي إنه عدة طرق، تمام، الهدف منها محاولة تقليل أو تخفيف عملية الexploitation. مرة ثانية، هي عدة طرق مختلفة سنبلش نحكي عن جزء منها اليوم وجزء نحكي عنها بال يعني فيديوز الجاية، لكن الهدف من هذه الطرق أو هذه التكنيكس اللي انعملت هي للتخفيف من عملية الاكسبلويتيشن. هي لا تمنع، يعني قد تكون هذه الكلمة غير صحيحة، ممكن تمنع الجمب والإي إس بي أو ممكن الكول إي إس بي بشكل معين، لكن هي فعليا لا تمنع بالكامل عملية الاكسبلويتيشن. وأصلا فعليا لو عملية الاكسبلويت ميتيجيشن منعت الاكسبلويتيشن، كان اليوم احنا ما عندنا أي مشاكل تحصل وما شفنا حدا يسوي اكسبلويت على البرامج. لكن فعليا كل يوم إذا تلاحظون يطلع طرق تخطي جديدة، فهي مثل ما قلنا لا تمنع، هي تخفف. أيضا خلي ببالك واحدة من الحاجات أظن أنا ذكرتها بواحد من الفيديوز السابقين، طريقة الحماية عندك المفروض ما تعتمد اعتماد كلي على المنع بشكل كامل، لأنه المنع ب يعني عند نقطة معينة أو عند يعني عند جزئية معينة ممكن تفشل. بالنهاية هذه طرق المنع راح يجي يوم شخص يلقى أو يعني يتم اكتشاف طرق جديدة. فإذا كانت الحماية عندك تعتمد على عملية المنع، فأنت راح تفشل عند نقطة معينة. المفروض تعتمد على مثلا الديفنس ان ديبث والأشياء هاي. فعلى العموم الاكسبلويت ميتيجيشن هذا الجزء الأول. هسه انك يعني النقطة الأولى، أولا انك تلاقي يعني تبحث وتحل كل الاكسبلويتس، زين، إذا انك يعني انه تفكر تقول راح أبحث وأحل. يعني بس أطفي الموبايل. الصوت، وين الصوت؟ هاي طفين الصوت. اوكي، انك يعني انك تركن على موضوع انك تبحث وتحل كل الفورنابيليتيز، هاي شبه مستحيله. ليش؟ لقيت اليوم فورنابيليتي برنامج، خبرت عنها وحلوا الفورنابيليتي هاي. هل هذا يعني خلاص البرنامج صار غير يعني ما في vulnerabilities أو يعني ما في ثغرات؟ الجواب لا، راح ممكن يتم اكتشاف ثغرة جديدة. أيضا فكر بها بطريقة التالية، هسه أنت لقيت vulnerability، طريقة تفكيرك وطريقة الهجوم اللي استخدمته مثلا أو طريقة البحث عن هاي vulnerability أدت إلى هذا الاكتشاف. هل كل الناس تستخدم نفس الطرق التفكير ونفس طرق البحث ونفس طرق الاكتشافات هاي؟ الجواب لا. فبالتالي الشيء يعني ممكن انت ممكن الحاجة اللي انت ما اكتشفتها اكتشفها غيرك. فبالتالي عملية انك find and fix every vulnerability is impossible، لا يمكن نحقق هذا المعادلة، لا يمكن تستحصل. ايضا هسه من الاشياء اللي بتساعد على عملية انه الاكسبلويتيشن تصير اصعب هي من خلال الحاجة الاولى اللي هي الميموري بيج بروتكشن. هسه ايش فكرة الميموري بيج بروتكشن بشكل بسيط؟ تخيل انت، ذول طبعا طرق لسه ما دخلنا بالتفاصيل. هسه تخيل انت البرنامج عندنا هو مجموعة كود ومجموعة يعني هو في كود وفي يعني في جزء كود، في جزء ممكن للمتغيرات، في جزء مثلا للسترينجز والاشياء هاي، يعني في عدة اجزاء، تمام. طيب هسه انت مثلا الجزء اللي يتحمل بالذاكرة او خلينا نقول المتغيرات، نحجز لها مكان بالذاكرة مثلا، خلينا نقول متغيرات، يمكن هذا أسهل مثال. طيب هذه المتغيرات معناتها أنت عند أثناء عملية التشغيل تحتاج شو تسوي؟ تحتاج
تقرأ منها وممكن تكتب عليها. يعني مثلا متغير X تريد تعدله تخليه يساوي 10، فمثلا معناته أنت تحتاج شو تسوي؟ تحتاج أن يكون عندك عملية كتابة أو صلاحيات كتابة على هاي الذاكرة حتى شو تسوي؟ حتى تغيرها من X مثلا تساوي لا شيء إلى 10 مثلا، وبعدين تريد تقرأها لأن تريد تستخدمها لهاي العشرة بالكود. فمعناته أنت تحتاج شنو؟ تحتاج اللي هي الريد والرايت، فتحتاج الرايت حتى تكتب وتحتاج الريد حتى تقرأ من هاي القيمة. لكن هذا الجزئية المفروض مثلا أنه ما تحتاج بيها عملية execute، يعني ما بيها كود، يعني هذا الجزئية من الذاكرة ما بيها كود للتنفيذ. لذلك الشباب دائما أقول لكم ارجعوا لمادة الأوبريتنج سيستم، لأن بالأو اس نشرح أو يعني الكتب أيضا تشرح أنه شلون البرنامج مقسم إلى عدة أجزاء من خلال فكرة السيجمنتيشن، والسيجمنتيشن بعدين تطورت إلى فكرة البيجينج مثلا. تمام؟ فأنت عندك الجزئية اللي قلنا مثلا فيها متغيرات نحتاج لها نكتب عليها ونقرأ منها، فبالتالي أحتاج فقط read و write، ما أحتاج execute. بينما جزئية الكود، هسه الكود هو يعني ثابت ما راح يتغير، يعني مثلا الـ if statement هي ثابتة ما راح تتغير، مثلا مجرد مثال هذا طبعا، أو مجرد مثلا عملية أنك تجمع قيمتين مثلا، عملية الجمع نفسها هي يعني هي عملية الاكسكيوشن هذه ثابتة، فهذا الكود الثابت مو المتغيرات القيم اللي قاعد يجمعها، لا الكود نفسه هذا موجود أيضا وين؟ بالذاكرة. فهذا الذاكرة أنا أحتاج إيش أسوي عليه؟ أحتاج أولا أقرأ، ثانيا أنفذه، فبالتالي أحتاج عملية اللي هي read وexecute. لكن هل أحتاج أعدل على الكود؟ الجواب لا. ليش أعدل على الكود؟ أو ليش تكون عندي هاي جزئية من الذاكرة للتعديل أيضا؟ يعني التعديل طبعا مقصود هنا عملية الرايد، فبالتالي ما أحتاج عملية اللي هي read write execute، أحتاج فقط اللي هي read execute وهكذا. فهذه memory page protection أيضا ممكن تساعدك، يعني ممكن تساعد runtime validation إنه أثناء عملية التنفيذ يكون في عندنا عدة إيش، عدة تحقيقات أو يعني عدة checks، أشياء نتحقق منها. مثلا هل القيمة الفلانية متشابهة للقيمة اللي عندي؟ طبعا سراح نشوف عليها أمثلة runtime validation. يعني مثلا خلينا نقول تضيف قيمة بالميموري، أثناء التنفيذ تروح تشيك هل هاي القيمة بعدها مثل ما هي ولا تغيرت. إذا تغيرت معناته شنو؟ معناته ممكن في شيء معدل عليها، ممكن معناته ممكن هو ثريت اكتر عدل عليه، او ممكن طبعا يكون خلل بالبرنامج. لكن على العموم هذا مثال بسيط على الران تايم فاليديشن. هسه الاوفسكيشن والراندمايزيشن، انت تستعمل الاوفسكيشن اظن بالعربي معناته التعميم. هسه سويت استخدمت جوجل، يعني جوجل يقول معناته التعميم بالعربي. والراندمايزيشن فتتخيل عندك مثلا، هسه نشوفها راح لقدام، تخيل لو انت مثلا تقدر تخفي البرنامج تبعتك وين يتم تحميله بالذاكرة. شنو قصدي؟ يعني شغلت البرنامج نحط في مكان معين بالذاكرة، أوكي. شغلت البرنامج مرة ثانية نحط بنفس المكان بالذاكرة، أوكي. شغلت ثالث مرة نحط بنفس المكان بالذاكرة. شنو معناته؟ شنو نقدر نستنتج؟ نقدر نستنتج إنه هذا البرنامج طالما راح يتم تشغيله هو دائما موجود بهذا الموقع بالذاكرة. هذه العملية تسهل على الثريت أكتر إنه شنو يكتشف أكواد أو يكتشف أماكن اللي يقدر يتلاعب فيها وين بداخل البرنامج بالذاكرة. ليش؟ لأنه هو كل مرة بنفس المكان. لكن إذا أنت قدرت تعمل تعتيم وراندومايزيشن، يعني عشوائية، أنه مثلا هسه شغلنا البرنامج أول مرة نحط خلينا نقول مثلا بذاكرة رقم واحد أو بلوكيشن رقم واحد، طفينا البرنامج مثلا شغلناه مره ثانيه نحطه بلوكيشن رقم 2، طفينا البرنامج شغلناه مره ثالثه نحطه بمكان مختلف، طفي شغله مره اخرى نحطه بمكان، فتلاحظ كل مره هو قاعد يتحمل بمكان مختلف. عمليه انك تعمل اكسبلويت على برنامج شغال بهذه الطريقه راح تكون كثير اصعب وكثير معقده اكثر. فهذه تساعد كليات هذه الثلاث طرق على عمليه ايش اللي هي تسوي الاكسبلويتيشن اصعب، وركز لي على أصعب، لأن هي لا تمنع، هي تصعب عملية الإكسبلويتيشن.
اخر نقطه making every vulnerability non exploitable is impossible. اذا تذكروا بوحدة من المحاضرات ذكرنا انه انت مو كل bug هي vulnerability، لكن vulnerability انك تخلي كل vulnerabilities non exploitable هي ايضا شبه مستحيل. يعني اذا كان عندي vulnerability اني احاول امنع انها تصبح exploitable بشكل مطلق لكلهم، هذا شبه مستحيل. تمام، فانت مثل ما قلنا ان الهدف هو التخفيف قدر الامكان بهذه الطرق. خلينا نيجي للطرق اللي موجوده عندي. طبعا قسمتهم بهذا الشكل، عندنا ثلاث طرق او على الاقل هذول اللي راح نذكرهم. ما ادري اذا موجوده طرق اخرى صراحه، بس هذول اللي حسب انا استخدم فيجوال ستوديو، وهذول الثلاث طرق هي موجوده يعني تقدر تتعرف عليهم من خلال الفيجوال ستوديو. لكن الطريقة الأولى أو النوع الأول اللي هي Compile Time Techniques، الطريقة الثانية Runtime Techniques، والثالثة اللي هي الدمج بين الثنتين. إيش يعني Compile Time Techniques؟ يعني كمطور وانت تكتب الكود، لما تعمل Compile الكمبايلر نفسه يضيف لك بعض المزايا، هاي المزايا هي تساعد على عملية إيش؟ تقلل من Exploitation اللي هي Mitigation Techniques. واحدة منها Stack Guard والSEH، هسه راح نحكي عنها بالتفصيل هذول. هسه الطريقة أو النوع الآخر اللي هو الرن تايم تكنيكس، الطريقة راح نذكر مثالين اللي هي Data Execution Prevention والASLR اللي هي Address Space Layer Randomization. Data Execution Prevention إنه يعني يحدد مثلا ذاكرة معينة إنه هاي Non Executable، وراح نذكر ندخل بتفاصيلها بعدين بس مو بهذه المحاضرة. الASLR اللي هي مثل ما ذكرت قبل شوية أنه أنت عندك الذاكرة راح يصير لها غربلة عشوائية، يعني تصير لها جامبلينج مو كل مرة بنفس المكان، ففي عملية أنه البرنامج كل مرة بنفس اللوكيشن راح تبطل تحصل، فبالتالي تصعب عملية اللي هي الاكسبلويتيشن. الحاجة الثالثة اللي هي الكومبينيشن، اللي هي أنه تدمج بين الكومبايل تايم والرن تايم، أو أنه أنت عندك الثنتين. هذه طبعاً وجدت بالكنترول فلو جارد اللي هي CFG. CFG هي عبارة عن أيضاً تقنيات أو تكنيكس للميتيجيشن، تدمج ما بين أشياء بتضيفها على البرنامج بلحظة الكومبايل، يعني لحظة الكومبايل هذه الميزة أنت تفعلها على البرنامج تبعتك، وبنفس الوقت عند عملية الرن تايم يعمل بعض التشيكس حتى يتأكد انه الشغل شغال صحيح او الفلو تبع البرنامج شغال بالطريقة اللي هي سليمة. ما راح ندخل بالتفاصيل هذا لانه مثل ما قلنا اغلبها راح نذكرها بوقتها، لكن اليوم راح نذكر اللي هي ستاك جارد والSEH. هذا تايم لاين بالنسبة يعني كتاريخ انه متى مثلا بويندوز XP شنو انضافت التكنيكس بويندوز سيرفر، شنو التكنيكس اللي انضافت XP سيرفيس باك 2، واذا تلاحظوا مثلا بسيرفيس باك 2 انضاف الستاك والهيب كوكيز اللي هسه راح نحكي عن شنو معنات الهيب شنو معنات العفو الكوكيز. السيف SEH سوفتوير وهاردوير ديب ايضا هذول راح نذكرهن بس بوقته. عندك إذا تلاحظوا فيستا انضاف الASLR إلى آخره، طبعا كان في بوغ أيضا راح نحكي عنه بوقته. هذا مجرد يعني تاريخ صراحة. هسه الميزة الأولى من خلال فيجوال ستوديو مثل ما قلت لكم، يعني لأني أستخدم فيجوال ستوديو فبالتالي هذول الأشياء يعني خلينا نقول تعاملت معها. الفيجوال ستوديو من خلال GS Guard أو اللي هي Stack Guard أوكي Flag يفعل، لما تفعل هذا الخيار على الكود تبعتك على compile time، يعني لما تسوي compile انت قاعد تفعل هاي الميزة وين للبرنامج تبعتك. ايش راح يصير لما يجي النظام يشغل البرنامج تبعتك وصار عندك call function؟ تذكروا call function راح يسوي اللي هي يسيف EIP بعدين يحط EBP تبعت الفريم السابقة وبعدين يعمل كول للفانكشن وينفذ الكود تبعت الفانكشن. هسه اللي راح يصير لما جي اس جارد او الستاك جارد مفعل راح ينضاف كوكي او كناري، حسب كوكي او كناري حسب صراحه الكتاب راح تقرا منه، بين البفر وبين الاي بي بي. تمام، وصراحه حتى ممكن هذه الكناري صارت اليوم تنضاف بطريقه عشوائيه ايضا، يعني مو شرط دائما بهذا الشكل، لكن بالعموم هذه القيمه هذا الكناري هو ممكن يكون 4 بايت. هذا ال4 بايت حتى كان يعني ممكن تكون يعني قيمه ثابته او ممكن تكون راندوم. ففعليا اللي راح يصير
انه انت لو نفترض انضافت هنا، انت لو جيت سويت بوفر اوفر فلو، فجيت عملت الكتابه صارت بهذا الشكل، عبيت البوفر وكتبت، فالكتابه تبعتك العفو عملت اوفر رايت على الكناري، عملت اوفر رايت على الاي بي بي اي اي بي الى اخره. هسه لما تخلص لما يخلص الاكسكيوشن للفانكشن ايش راح يصير؟ رول باك للفانكشن اللي قبل، يعني نرجع للفانكشن اللي قبل. هسه قبل نرجع للفانكشن اللي قبل او اللي هي اللي عملت الكول او عملت نادت الفانكشن هذه اللي احنا شغالين بيها، راح يتم عمليه تشيك للكناري او الكوكي مثل ما قلنا. اذا القيمه كانت مطابقه فمعناتها ما عندنا مشكله، ما صار عليها اي تعديل. لكن اذا القيمه اللي كانت مخزنه هنا غير مطابقه، معناتها شنو صار عندي؟ معناتها في احتمال انه هاي القيمه تم التلاعب فيها فيعمل كراش الابلكيشن. ستراكشر اكسبشن هاندلنج هي ايضا هذه ميزه يضيف لك اياها الكومبايلر اللي هي الاس اي اتش. هسه فعليا انت المفروض كمطور لما تكتب كود او تبرمج برنامج، مايكروسوفت تنادي بهذا الكلام، الكتب تنادي بهذا الكلام، حتى بالجامعه المفروض او بغض النظر وين تاخذ دوره برمجه ينادوا بهذا الكلام. بس تقول لي شنو هو هذا الكلام اللي ينادون به؟ الكلام ينادون به انك انت تسوي exception handling. الexception handling الفكرة منها انه انت بداخل الكود تحط او تفعل بداخل الكود عندك، يعني انه مثلا لما يصير عندي الخلل الفلاني، يعني مثلا لو صار عندي خلل معين شنو الحل تبعته او شنو البرنامج تبعتي راح يسوي؟ راح تقول لي علي المثال مو واضح. اوكي خلينا ناخذ مثال اوضح. تخيل عندك برنامج ياخذ يوزر نيم وباسورد. تخيل اليوزر نيم انت المفروض مثلا اليوزر نيم اقصى شيء حجمه 25 حرف. اوكي هسه اجى يوزر حط 25، برنامج شغال تمام. اوكي اجى يوزر ثاني حط 26، ايش راح يصير بالبرنامج؟ برنامجك ما راح يشتغل صح. ليش؟ لأنه هو مصمم ليشتغل مع 25 حرف، لما جت 26 ممكن يسوي كراش. طيب لو واحد حط 27 28 29 إذا تلاحظوا ما في حل، فمعناته ما عملنا أي هاندلينج لهذه الحالة اللي ممكن تحصل. طيب شنو ممكن نسوي؟ أبسط حاجة أقول لك، أبسط حاجة ممكن تطلع رسالة لليوزر إنه يعني عذرا يا يوزر، إحنا هذه أقصى عدد من الحروف اليوزر نيم المفروض ما يتجاوز ايش 25 حرف. فبالتالي انت لما اليوزر دخل 26 طلعت له الرساله وحليت يعني بدل ما البرنامج يعمل كراش، لا انت حليت المشكله. يعني اليوزر مثلا لما تطلع له رساله ممكن يكبس اوكي وبعدين يرجع يدخل اللي هي يوزر اقصى شيء حجمه 25. بس المهم شنو صار؟ البرنامج ما عمل كراش. ليش؟ لأنه أنت حليت المشكلة اللي ممكن تحصل. هسه ممكن واحد يقول لي صعب أحصر كل المشاكل. 100% صعب تحصر كل المشاكل، دائما راح تطلع عندك كيس جديدة، دائما راح تطلع عندك طرق ممكن جديدة أنت مو حاسب حسابه. وأصلا البجز هذه والبجز والإكسبلويتس والفورنابيليتيز كيف تم اكتشافها أصلا لو أنك أنت حاسب كل الاحتمالات؟ فعملية أنك تحسب حساب كل الاحتمالات صعبة، أو يعني خلينا أقول صعبة أحسن بلاش أقول مستحيلة. تمام، رغم أنه مثلا تلاقي بالشركات عندهم QA أو عندهم تيستينج، يعني يسووا تيست للأبليكيشن الآخري، لكن أيضا بالنهاية ممكن أنت تغفل عن حاجة معينة. ومثل ما قلنا ما في شخصين يفكروا بنفس الطريقة، فممكن الحاجة اللي أنت ما انتبهت لها ينتبه لها واحد ثاني. المهم ما نكثر حكي هنا. طيب هسه الـ SEH، رجعنا على الـ SEH. شنو هاي الـ SEH يا علي؟ ببساطة الـ OS أو نظام، بما أنك أنت عند عملية الكومبايل فعلت هذه الميزة للبرنامج، اللي راح يصير النظام يضيف SEH فريم وين على الستاك. أوكي شنو الـ SEH فريم؟ هاي شو تسوي؟ هسه هاي الفريم فيها عدة هاندلرز، يعني
فيها عدة محاولات من الOS إنه يساعدك. يعني الOS بدل ما أنت صارت مشكلة معينة ما أعرف برنامجك حلها، رأساً قال أنا أيضاً ما عندي حل، ويعمل كراش للأبليكيشن. لا، هو شي يسوي، يروح يقول لك خليني أجرب الحل الأول، أوكي ما نحل، خليني أجرب الحل الثاني أيضاً ما نحل، طب خليني أجرب الحل الثالث، أوكي ممكن حل المشكلة عندك. فتلاحظ يحاول مرة ثانية، يحاول وليس أنه راح دائماً يحل لك المشكلة، راح يحاول أنه يجرب الحل الأول، يجرب الحل الثاني، يجرب الحل الثالث إلى آخره. بالأخير خلصت المحاولات تبعت الOS أيضاً، إيش راح يسوي؟ يقول لك يعطيك العافية البرنامج ويعمل كراش. ليش عمل الOS هاي وليش موجودة هاي الميزة؟ تخيل لو برنامجك أنت يكتب على خلينا نقول ديتابيس مثلاً، نأخذ مثال ديتابيس أو مثال ملف، تخيل يكتب على ملف وفجأة عمل كراش، فعملية الكتابة اللي صارت الملف، لا أنت مكمل عملية الكتابة ولا أنت اللي وقفت عملية الكتابة، أنت جاي بالنص. ففعلياً الديتا صارت أو الملف صار inconsistent، الديتا اللي موجودة بداخله. ليش؟ لأنه لا الكتابة تمت للنهاية ولا أنت مثلاً عملية الكتابة ما تمت وقلت خليني أعمل رول باك أو أرجع للحالة الأساسية اللي كنت عليها، لأن البرنامج خلاص عمل كراش. أيضاً نأخذ مثال آخر. طيب برنامجك اشتغل، حجز ذاكرة، طلب ذاكرة زيادة، حجز ذاكرة، طلب زيادة، حجز ذاكرة. طيب فجأة عمل كراش. طيب هذه الذاكرة اللي انحجزت ما يعني لو إنه البرنامج عمل مثلا خلينا نقول شت داون أو خلينا نقول كيل أو ستوب طريقة صحيحة، يعني عمل ترمينيت طريقة صحيحة، راح يجي يعمل تنظيف للذاكرة. يعني ما راح يجي فجأة ويلغي، يعني يخلي الذاكرة هاي محجوزة بس هو مو مستخدمها. فبالتالي الOS يحاول قدر الإمكان من خلال هذا الSEH فريم وعدة طرق المحاولات إنه بدل ما إنه يعمل ترمينيت يعني فجأة يعني بشكل مفاجئ، إنه يحاول قدر الإمكان يخفف هذه العملية. اوكي هسه هاي الفريم مثل ما قلنا الادرسز موجوده على الستاك، كل ادرس يعني هي خلينا نقول الفريم بيها تو ادرسز، واحد ادرس يأشر على الاكسبشن هاندلر اللي هو الكود. الاكسبشن هاندلر كود شباب هنا مقصود فيه انه مثلا اذا برنامجك، مجرد مثال، برنامجك يحتاج انترنت، شغلته ما في انترنت، المفروض عندك كود يعالج هاي العملية، مثلا يرجع لليوزر انه نعتذر عميلنا العزيز انه هذا البرنامج يحتاج للانترنت، مجرد مثال طبعا. فما ما يشتغل بس ما يعمل كراش، تمام. فهذه اللي هي نسميه الاكسبشن هاندلر كود. طيب خلينا نروح على السلايد اللي وراه. هسه هذه الفريم هي كالتالي، عندك مثل ما قلنا عبارة عن 8 بايت، الأربع بايت الأولى تأشر للي بعد، والأربع بايت اللي وراها مباشرة تأشر وين؟ على الأكسبشن هاندلر. طبعا المقصود بالأكسبشن هاندلر شباب هذا الكود، أوكي؟ فإيش شنو معناته؟ معناته الحالة الأولى هذا الكود اللي يحاول يحل المشكلة، حل المشكلة ممتاز، ما حل المشكلة نروح على الحالة الثانية، هذا الكود يأشر على يعني مكان الحل، حل المشكلة ممتاز، ما حل المشكلة يروح لي بعده. هذا الكود مو وين موجود الفانكشن أو الاكسبشن هاندلر اللي يحل المشكلة، حل المشكلة ممتاز، ما حلها نروح للأخير لحد ما نوصل اللي هي FFF إلى آخره، هذا اللي هي آخر محاولة ما قدر يحل اللي هي الحل الأخير أو الديفولت ما قدر يحل. إيش راح يصير؟ مثل ما قلنا البرنامج خلاص الOS حاول يساعدك، راح يقول لك والله يا عمي أنا حاولت أساعدك الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة، بس والله ما عندي حلول، يعمل بالتالي كراش للأبليكيشن. ففعلياً إذا تلاحظ أنت الOS راح يحاول قدر الإمكان يساعدك بعملية اللي هي بعملية إنه بدل ما يعمل كراش. طيب هذه أيضاً مثال، مجرد بس إنه نحكي وين موجود بداية يعني هذا وين موجود بدايته. هسه هذا موجود بدايته من خلال عندك اللي هو thread environment block. هسه thread environment block
او بعض الكتب او يعني ممكن تلاقيه بتسميتين، يا thread environment block او ممكن تلاقيه ب thread information block. الثنتين شباب تعني نفس الشيء. هسه هذا الفايل سيجمنت، العفو مو الفايل سيجمنت، اللي هي السيجمنت ريجستر، هذا سيجمنت ريجستر الاف اس 0 بال32 بت والجي اس 0 بال64 بت، برنامج 64 بت. هذا دائما يأشر وين؟ على بدايه اللي هي الاس اي اتش هاندلر. فهذا يأشر هنا عندك اول 4 بايتات تأشر وين؟ على النكست، والاربع بايت اللي وراها وين تأشر؟ على الهاندلر اللي هو الكود. نفس الشيء هاي الاربع بايت تأشر على النكست، وهذا الاربع بايت تأشر على الهاندلر نفسه، وهكذا. طبعا هذه الصور اللي تلاحظوا ما اخذهاني من بيتر بعد ما استأذننا طبعا من عنده. وانصح انه صراحة ترجعوا لبيتر، الموقع عنده يعني صراحة افضل من يعني افضل من الفيديو هذا، وشرح تفصيل اكثر، يعني يدخل بالتفاصيل مملة اكثر من اللي انا قاعد اشرحه. فانصح بترجعوا، خاصة اذا مهتم كثير بالاكسبلويتيشن، ترجع تقرا المقالات تبعت بيتر. اوكي، فهذه فكرة اللي هي الستاك، وكيف انت عندك اللي هو الاف اس سيجمنت ريجستر دائما هذا يأشر لي على بداية اللي هي مثل ما قلنا الثريد، الثريد انفايرمنت بلوك، هذا بداخل الثريد انفايرمنت بلوك بيأشر لي على العفو اللي هو وين موجود اللي هي الستركتشرد اكسبشن هاندلر البداية تبعته، وبعدين يظل يمشي لحد ما قلنا وين يوصل اللي هو هذا الأخير. تمام، هسه الفيجوال ستوديو ايش التكنيك اللي يضيفها؟ اللي هي السيف اس اي اتش. يعني انت لما تسوي كومبايل تفعل خيار اللي هي السيف اس اي اتش. هسه شنو اللي راح يسوي السيف اس اي اتش؟ كل الريجسترز قبل لا يصير اكسبشن هاندلر، يعني بري ريجستر الاكسبشن هاندلرز ان ذا دي ال ريجستر او الاي اكس اي، كلهم راح يتم عمليه ايش؟ عمليه بري ريجستريشن لهم. هسه لما يصير عندك اكسبشن، تمام، لما يصير في عندك اكسبشن، بس الاكسبشنز اللي موجوده بهذا التيبل راح يتم استخدامها. تمام، مره ثانيه، بري ريجستر يعني راح لما تفعل هذا الخيار، خلينا شلون اشرح هاي، خلينا نقول انه انت عندك كل الاكسبشنز اللي موجوده عندك راح يتم تسجيلها، خلينا نقول بمثلاً بتيبل. تمام، فعندك هذا الاكسبشن وين موجود؟ مسجل بتيبل. هذا الاكسبشن وين موجود؟ مسجل بنفس التيبل. وين موجود؟ بتيبل، الى اخره. فكل الاكسبشنز وين شنو صارت؟ بري ريجسترد، يعني تم عمليه ريجستريشن لهم مسبقا. تمام، طبعا هنا شباب ريجسترز هذه المقصود مو الريجسترز اللي هم تبعت الـ AEX والآخرين، لا، المقصود فيها عملية تسجيلهم. فهذول كلياتهم تسجلوا وانخزنوا وين؟ بهذا التيبل. هسه لما يصير عندك exception، السيستم ايش راح يسوي؟ راح يجي تشيك الاكسبشن الاول هل موجود بالتيبل هذا لو لا. اذا موجود مطابق معناته اوكي ما عندي مشكلة، اذا مو مطابق معناته عندي ايش صار؟ عملية overwrite للاكسبشن هاندلر. تمام، فهسه الطرق اللي راح نشوفها او يعني اول نوع من انواع الاتاكس راح نشوفها بالفيديوز الجايه، اللي هي انت تحاول تدور على exe او dll مو compiled ويا safesh. شنو معناته؟ مره ثانيه، يعني تحاول تدور على dll او exe. تمام، هذول هم الاشياء اللي انت من خلالهم تلاقي jump ESP، jump ESP، call ESP، add ESP 8 مثل ما شفنا بواحد من الفيديوز الآخري. فهذول موجودين وين كلهم؟ هاي يعني هاي قيم الأسمبلي وين موجودة؟ موجودة بالذاكرة، وهذه الذاكرة هي جاية من وين؟ جاية من خلال يا أما DLL أو EXE. تمام، فتتحاول تلاقي DLL تمام مو compiled with SafeSEH. تحاول تلاقي
معليش فصل هذا تحاول تلاقي DLL مو compiled with SafeSEH تمام. فمعناته إذا أنت لقيت قدرت تلاقي شو اسمه DLL مو compiled with SEH معناته أنت تقدر الأتاك راح يقدر يعدل. ليش؟ لأنه راح يقدر يستخدم يقدر يستخدم هذا DLL لحتى يتجاوز عملية اللي هي يتجاوز عملية مثلاً الكناري يعني حتى الكناري والكوكيز ويتجاوز عملية اللي هي البروتكشن اللي يضافها الكومبايلر اللي هي SafeSEH. طبعاً الأتاك اللي بتصير يعني اللي هذه راح يولدها هي أحد أنواع الطرق اللي أنت ممكن تستخدمها أحد أنواع الطرق اللي ممكن أنت تستخدمها لتعمل بايباس لمين اللي هي الستاك جارد. يعني الSEH attacks أو اللي نستخدم بها الSEH attacks هي أحد الطرق اللي نقدر نستفاد منها للتجاوز موضوع الستاك جارد أو الكناري أو الكوكيز إلى آخره تمام. فهذه لما نلاقي عندنا DLL مو compiled with SEH معناته هذه الريجسترز اللي كانت pre registers إحنا قدرنا نتجاوزها. ليش؟ لأنه هذا الموديول أو هذا DLL مو مفعل عليه عملية الSEH. هذا كان بالنسبة للمحاضرة هذه. المرة الجاية راح نبلش ب المرة الجاية راح نبدأ بحاجة ثانية قبل الأتاك. يعني باقي محاضرة واحدة نظرية أظن اللي هي jumping strategies كيف ممكن نعمل jumping داخل الميموري وأمثل عليها وبعدين ندخل بمثال اللي هو الSEH يعني SEH وكيف نعمل تجاوز للSEH. فهذا اللي بالنسبة للإكسبلويت ميتيجيشن الجزء الأول. إن شاء الله أنها كانت مفيدة نوعا ما ويعطيكم العافية شباب.